هل من جانب اخر يا كابتن عامر، هل الكابتن حسام حسن مدير فني للمنتخب اعترض على اي شيء في تعديلات الجدول الجديد للدوري؟ لا، الجدول اتحط بناء على الاجتماع اللي كان بين الرابطه وبين الكابتن حسام والجهاز، والنائب احمد بلغني باللي اتفقوا عليه، ونزلت الجدول بناء على تم الاتفاق ده. يوم 15 مارس مباراه الاهلي وانبي كان فيها اي مشاكل؟ هم بلغوني ان هم موافقين عليها. النائب احمد قال مبلغين ان هم موافقين عليها. موافقين عليها مش معترضين. ده الكلام اللي جالي، انا هحط الجدول بناء على كده يعني. هل وصل لك اي اعتراض منهم جديد؟ يعني هل بعد الكلام ده، بعد ما حصل التعديل، هل قالوا لك محتاجين ناجلها؟ لا، حتى الان لا. حتى الان لا. لو طلبوا منك كابتن حسام تحديدا والجهاز؟ اكيد هي الرابطه مش ما بتتاخرش، وبالتالي بيبلغوني. طيب، هل الكابتن حسام والكابتن ابراهيم كان لهم اي طلبات خاصه فيما يخص الدوري الموسم الجديد؟ سمعنا فكره انه ننقص الانديه شويه، نلعب ب 16 نادي ما نلعبش ب 18. هل الاقتراحات دي كلها احنا بقالنا دلوقتي 3 سنين بنقولها يعني؟ وعرضناها على الانديه والرابطه، والنائب قعد مع الانديه كلها، والانديه كلها اعترضت على شكل المسابقه. ليه يا كابتن؟ سواء من الناحيه التسويقيه او من الناحيه الفنيه، واغلبها الناحيه التسويقيه، لان الانديه لها 17 مباراه بتبيعهم. فبالتالي انت لما لو عملت مجموعتين المباريات هتقل. انه هيبقوا 9 و9، يبقى عندك 8 مباريات بس من 17 في ملعبك. ولو عملت دوري من دور واحد زي اللي احنا عاملينه دلوقتي في دوري القسم الثاني الف، وده بيبقى افضل شويه من المجموعتين، لان الشركه الراعيه بتضمن ان الفرق الكبيره هتلعب بعض مرتين زي الدوري العادي بتاعنا. انما انت بتلعب 19 مباراه في الاول، وبعد كده بتاخد الثمانيه اللي فوق بتلعب 7 مباريات. هيبقى فيهم مباريات في ملعبك ومباريات بره. فده بيوفر طبعا عدد كبير من المباريات. ما هو كابتن عامر لو تسمح لي، طبيعي كل نادي يفكر في مصلحته، بس اتحاد كوره او لجنه المسابقه او رابطه بتفكر في مصلحه الكره المصريه بشكل عام. فلما هنصطدم في الصدام دوت، مين اللي المفروض يفصل فيه؟ بما اننا تقريبا كلنا معظمنا، وانا متاكد ان انت من الناس اللي متاكده من ده وبتقترح ده، انه لما الدوري عدد الانديه تقل اكيد ده مفيد للمسابقه ومفيد لمنتخب مصر. اكيد بالنسبه لي انا طبعا اكتر واحد هستفيد. صح كده؟ طبعا اكيد طبعا.